هكذا الانطلاقات، هكذا الابداعات في هذا الصباح. لا زال التوقيت الافضل مع كيف سهيل بن سالم بلوتيه العامري، قدمها في اول الاشواط الصباحيه. ينطلق شوط اخر، تحدي اخر في هذا الصباح، شوطنا الحادي عشر في مجموع الاشواط، خصص هنا ايضا للقعدان الحقائق. نسير مع الصدارة، نسير مع البداية على مقدمة الشوط وعلى المركز الاول في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع المستمر على بداية هذا الانطلاق وعلى مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول. من يتقدم؟ شاهين وحميد بن راشد بن فالح الشامسي على الصدارة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني على الوصول في هذه اللحظات والتقدم في هذا الانطلاق المستمر من خلال تواجد عزام وهزاع بن سالم بالعبد النعيمي على مستوى المركز الثاني. وهنا أيضا قادم والمتقدم في هذا الإبداع المستمر مرموق وعبد الله بن مبارك بن غدير الشامسي بدأ يتقدم على مستوى المركز الثاني. أما ثالث الأسماء سياف غصاب بن مصبح رعطيرة العامري على مستوى المركز الثالث. أما رابع التحديات على الوصول من راهي ومحمد الحمد بالعود العامري. وخامس الأسماء شوف القدوم من ميمنة الميدان والانطلاق في هذا الإبداع المستمر وفي هذا الانطلاق الكبير. يا سلام، تقدم في هذه اللحظات من شاهين وسالم بن علي بن عوي الشامسي على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للأسماء الخمسة الأولى والشعارات الخمسة الأولى الحاضرة والمنطلقة في هذا الإبداع المستمر. تابع بقية الأسماء، بقية الشعارات المشاركة الباحثة والطامعة لناموس وانتصار هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع البداية على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله، شاهين على الصدارة مع البداية على مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. يتقدم مع الصدارة، ينطلق مع البداية على مقدمة هذا المسار. وحميد بن راشد بن فالح الشامسي مع البداية على مقدمة هذا المسار، يتقدم مع الانطلاق الأول مع الإبداع الأول في هذا الانطلاق المستمر. ما شاء الله، المركز الثاني شوف الوصول في هذه اللحظات وشوف التقدم من حشيم وحمد مطر بن عمير الشامسي على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تقدم من راهي ومحمد بن حمد العود العامري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع وصول من شاهين ومحمد بن سالم مكتوم لنيبي على مستوى المركز الرابع. اما خامس الاسماء ارى الوصول من شاهين وهزاع من غلام البلوشي ينطلق على مستوى المركز الخامس. تابع بقية الأسماء، بقية الشعارات المنطلقة في هذا الانطلاق المندفعة في هذا الإبداع المستمر. ولكن شاهين يتقدم مع البداية، ينطلق مع الصدارة على مقدمة الشوط. هذا هو شاهين حميد بن راشد بن فالح الشامسي، يقدم لنا شاهين صاحب الإنجازات يعيد الإنجاز، صاحب سيارة في ختام المرمومة وأفضل توقيت يتسجل في هذا الانطلاق. ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الانطلاق وعلى هذا الإبداع المستمر. صاحب سيارة في ختام المرمومة والتوقيت الأفضل يعيد الإنجاز في هذا الصباح. يا سلام، مشاركة تجهيزية. أشكرك يا راعي سمحة على تقديم هذه الأسماء وهذه النوعيات. تهانينا والناموس
المركز الثاني وصول من شاهين وزع من غلام البلوشي، المركز الثالث عند العود، المركز الرابع عند مكتوم النبي، وخامسا ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي. هذه النتيجة. توقيتنا الزمني في هذا الانطلاق، توقيتنا الزمني في هذا الانطلاق 4 دقائق 47 ثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في هذا الصباح.